الحمام في البيت، التواليت في البيت، مكان الراحة، المكان الخاص جدا اللي الواحد بيتخذ فيه جميع القرارات الخطيرة والمهمة جدا في حياته هو الحمام. خد بالك وحذاري من الحمام. ليه ماله الحمام؟ لازم الحمام يكون فيه تهوية، لازم الحمام يكون نظيف، لازم تعمل فيه ريحه حلوه، لازم الحمام اهم حاجه. انت بالذات، ايوه انت بالذات اهم حاجه، ما تقعدش انت كبرت يا واد، ما تقعدش تطرطر لي في الحمام كده واد وتغرق لي الدنيا. ينفع الكلام دوات؟ الناس عم تدخل وراك على القعده وتقعد بقى عارف لو طرطرت في الحمام تاني هعمل فيك ايه؟ هطهرك. هتقول لي انا متطهر برضه، هطهرك تاني. مفيش حاجه اسمها تطرطر في الحمام بعد النهارده، لان دي طاقه سلبيه وطاقه مرضيه خطيره جدا ورهيبه جدا. بعد ما تخلص الحمام على طول تدوس على البتاع، وانت بعد المسائل ما تخلص تدوس، مش تستنى بقى وتقعد تتفرج وانت قاعد انت يا عم ايه يا عم الحي تورته ما خلصنا، وتيجي قافل العين بتاع الحمام. ما تسيبش العين بتاع الحمام مفتوحه، لازم تقفلها كده، لان برضه فيها طاقه سلبيه وفيها روائح وفيها 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 الكلام ده كله. اهم نقطه بقى في موضوع الحمام ده ايه؟ النقطه اللي محيراني انا في الطاقه، ان انا قريت يا اولاد والله العظيم زي ما بكلمكم انا بصراحه، يعني اللي الحمام لا يكون قدام الصالون ولا يكون قدام اوضه النوم ولا يكون قدام المطبخ. طب اعمل الحمام فين؟ اروح اخبط على الجيران اقول لهم انا عايز ادخل الحمام عندكم، ولا اروح الخاله زي زمان؟ يلا بينا يا جماعه نطلع كاملين الخاله ونعمل شاير فورا وخلي حمامك نظيف، لان ده طاقه سلبيه وطاقه مرضيه، وبلاش تطرطر عشان هطرطرك. صلي على الحبيب وشير وايه وشكرا.